أوروبا بأكملها ستحتفل بعيد القيامة كعيد مسيحي مبهج أو كبداية للربيع أو الاستمتاع بأيام العطلة فحسب. بلدان كثيرة لديها أكلاتها المميزة في هذه المناسبة، ولكن ما الذي يقدم على المائدة؟ لحم الضأن مع البطاطا طبق روماني نموذجي في عيد الفصح. الجميع يأكلون لحم الضأن وبيض العيد بالطبع. لحم الديك الرومي مع الخضار والبطاطا وصلصة منكهة. البيض ثم البيض ثم البيض. في بلد اليونان نتناول في عيد الفصح حساء مارينيتسا. أنا من غرب إيرلندا، نحن نتناول دوما لحم الضأن. كذلك في ألمانيا غالبا ما يتم إعداد لحم الضأن في هذا العيد، فالطاهي ماركوس زيملا من برلين يقدم لزبائنه فخذ الضأن مع الخردل والثوم والكثير من إكليل الجبل، ويقدم معه قطع مقلية من الأرتشوك وقطع بطاطا صغيرة. فالضأن يعتبر لدى عائلات كثيرة جزءا أساسيا من وجبة الفصح. يعود هذا التقليد ل 1300 عام، ولا سيما في ألمانيا حيث يتم تقديم الحمل كأضحية العيد ويتم تناوله بعد الصوم الكبير. إنه لحم سهل الهضم ولذيذ، وهكذا نشأ تقليد تناول لحم الضأن في عيد الفصح. كما أن لحم الضأن طبق أساسي في الفصح للكثير من الفرنسيين، فالطهي بالانتوني رودو من تولوز معروف بحبه للتجربة في الطبخ، وهو يقدم وجبات الفصح التراثية مع صلصة اليقطين والثوم المقلي. يعتبر لحم الضأن من المطبخ العائلي التقليدي، ونحاول كل عام إضافة شيء جديد إلى طريقة الإعداد التقليدية. وفي هنغاريا يتناولون اللحم المقدد في الفصح كمقبلات، وهو جزء من وجبات هذا العيد لأسباب علمية جدا. هذا اللحم المقدد من ذبيحة تم ذبحها في الشتاء، لذا يجب تخزينه 3 أشهر كاملة، بعدها يكون جاهزا لتقديمه على مائدة العيد. أما البيض فلا غنى عنه في العيد، فالبيضة هي رمز الخصوبة والبداية الجديدة، وطريقة إعدادها تختلف وفقا لتقاليد البلد. ففي مدينة أورهوس الدنماركية مثلا، يطبخ الطاهي ريني ينسن ما يسمى بطبق البيض القذر، وهو بيض في صلصة الخردل كما يحبها الكثيرون في الدنمارك، وهذا الطبق يثير الذكريات لدى الطاهي. عندما كنت طفلا تناولنا البيض مع صلصة الخردل، وكان لكل عائلة وصفتها. وفي عيد الفصح لا يجب أن تغيب الحلويات، الكثير من الشوكولاتة، خاصة حلويات مثل ستوريخا أو باستينيو. أما الإيطاليون فيأكلون في الفصح طبقهم كولومبا باسكوال، أي حمامة الفصح، وهذا نوع من الحلوى المكونة من عجينة الخميرة الحلوة واللوز، ويخبز في الفرن ل3 ساعات. الحمامة رمز السلام والحرية، لذلك تأخذ الحلوى شكل الحمامة أيضا، فهذان الجناحان وهنا الذيل والرأس. وفي ألمانيا يتم تقديم كعك الفصح بشكل الحمل، لذلك سيقدم الطاهي ماركوس زيملا من برلين حلوياته المفضلة في الفصح لهذا العام، وهي توت مطحون مع الكاسترد وصلصة الفانيلا، وهذه الوصفة أخذها عن جدته. تستمر عطلة الفصح 4 أيام، يجتمع فيها أعضاء الأسرة ويستمتعون بأوقاتهم، ويتم تقديم لحم الضأن على مائدتي الغداء والعشاء، بعد أن يتم البحث مع الأطفال الصغار عن البيض المخبأ، وبذلك تعود الأجواء العائلية إلى البيت. وبغض النظر عما سيتم تقديمه على المائدة في النهاية، فالناس في أوروبا مجمعون على ضرورة الاستمتاع في فترة عيد الفصح.